البداية بتكوين الفريق، هل أنا هقدر في فريقي أجمع ما بين صلاح وكين وهالند أو سون مكان كين مثلا، ولا الموضوع هيبقى صعب؟ في رأيي أن الموضوع هيبقى صعب، تقدر تجمع ما بين الثلاثة، ولكن ده هيأثر على تكوين فريقك بشكل عام. مش هتقدر تجيب لعيبة قوية في نص الملعب، مش هتقدر مثلا تجيب أرنولد وكانسيلو وجيمس مع بعض، أو أرنولد وكانسيلو الثنائي الأفضل والأقوى في خط الدفاع في البريمير ليج عموما. وجودهم الثلاثه مع بعض هيخليك تضطر تلعب بلعيبه باسعار قليله، لعيبه مش متوقع تجيب نقط، وبالتالي هيأثر على استراكشر الفريق كله بشكل عام. طيب ايه الافضل؟ الافضل ان انت تستخدم اثنين منهم وتحاول الثالث تعوضه بلعيبه تانية في فريقه. يعني مثلا لو اخترت محمد صلاح وهاري كين، ففاضل اللي عندك الناقص هالاند. هتعوض هالاند بان انت تجيب مثلا جواو كانسيلو مع رياض محرز، او جواو كانسيلو مع كايل ووكر لو هو هيكمل موجود، وهنتكلم في ده بالتفصيل قدام. ولكن بشكل عام حسب ما انت هتختار، مهم جدا ان انت تختار اثنين من الثلاثة البيج هيترز او اللعيبة البريميوم الكبيرة في خط النص والهجوم عشان تبدأ تعمل فريق متوازن. وفي النهاية هيبقى عندك لعيبة بحجم ارنولد، بحجم كانسيلو، جابريل خيسوس مثلا لاعب في ارسنال، حد تاني من تشيلسي، حد تاني من توتنهام، وبالتالي فهيبقى عندك فريق متوازن مجمع من اغلب الفرق الكبيرة لعيبة، فيبقى فريقك مقنع احسن ما يكون بتعتمد على ثلاث لعيبه بس. وارد جدا ان هم طبعا يجيبوا نقط وده الطبيعي بتاعهم طول الموسم، ولكنك هتفقد نقط اكتر من لعيب تاني حواليهم في الفرقه، وبالتالي فالاثنين افضل من الثلاثه في رايي في البدايه، وتبدا تتنقل ما بين اللعيبه البريميوم حسب ماتشات كل واحد فيهم.